أوكي. وين حبيبة ستة الحلوة؟ يلا افتحي الباب يا عمري، يلا روحوا روحوا، ما بدي ولا حدا فيكن. ليكي هيك ما بصير، يلا افتحي لي. اسمعي أوزجي، رح ناكل بس أنا مو حابة أكل من دونك. يلا روحوا، أنا ما بدي أطلع من هون. أوزجي أوزجي، ست هندان ما لقيت المفتاح التاني. حياتي أوزجي، حياتي ليش أنتي زعلانة؟ احكي شوفي. روحوا، أنا قلت لكم ما بدي ولا حدا فيكن. أوزجي سكرت على حالها الباب وما بقى فتحت ولا ردت على حدا. يا الله حبيبتي، أنا هون، تعي نحكي. شو رأيك، ما بتحبي نحكي شوي؟ ماشي، إذا ما بدك رح نمشي نحنا من هون. إيه ضلي لوحدك ماشي؟ يلا باي باي. أنت منيحة عمري؟ آه منيحة. تعي، أنا بدي تبقى بس أصلي معي. ماشي إيه بدخل، بس أنا إذا سمحتوا تركونا لكن لحالنا. ماشي يلا تعالي، خلي الغرفة تتهوى شوي. تعي نطي، يلا. ليكن راحوا، لسه ما نعستي؟ يلا لشوف خدي هاي، خلينا نشرب الحليب اللي جابته هوليا. ما بدي اشرب. ماشي مثل ما بدك، بس الصغار بيشربوا الحليب وانا مالي صغيره. عن جد هيك؟ ماشي طيب بلاها. وانت في بطنك ولد صغير وانا بعرف. تعرفي؟ قليلي من وين بتعرفي؟ ممكن حط ايدي على بطنك؟ طبعا فيكي. ايه هو هون. جد هون؟ ايه كتير صغير. صح كتير صغير، رح كون مثل اختي الكبيرة. اكيد رح تكوني، ورح اعطيه العابي كلها. طوف. طبعا اذا هي بنت لسه ما بنعرف. يا صبي يا بنت، رح اقرأ له القصص. حلو كتير هالشي. بابا ما كان بيعرف، بس ماما كانت تقرأ لي دائما من الكتاب. انتي رح تقري له، اتفقنا؟ ماشي. اخي بدي احكي معك شوي لانه مو هلا. قليلي ليش هيك عملتي وسكرتي الباب على حالك وما بقى تفتحي؟ لانه ماما مو هون. لانه ماما مو هون؟ أوزجي انتي بنت طيوبه كتير، امك بالمشفى، بس تشفى رح ترجع لهون. ماما ماتت وانتو كلكن عم تخبوا علي. هي ماتت. ماتت؟ مين قالك انه ماتت؟ لا ما صار هيك شي أوزجي. منك، امك مريضة بالمشفى وبس تشفى رح ترجع، بتنام وبتفيق وبتجي. انا دكتورة ما رح تصدقيني الي؟ لكن خلينا نروح على المشفى ونحكي مع الدكتور هونيك لحتى هنا يخلوني اشوف ماما. تعي لشوف، تعي يلا، تعي تعي يلا. أصلي لوين؟ أوزجي خايفة على أمها، رح أخدها على المشفى لحتى تشوفها وتطمن عليها. طيب ماشي ارتاحي، أنا بأخدها، يلا فوتي. صح هيك لازم، أنت خدها حقك يلا. قلت هيك مشان صحتك. ماشي بدي روح مع أصلي، هي دكتورة أما أنت ما بيسمحوا لك تفوت على المشفى. ماشي يلا منروح كلنا لك، تعالي. يلا طلعي 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 طلعي. ربطي الأحزام لشوف. مرحبا يعطيك العافية. تفضلي. وين غرفة فيلدانك وجاك؟ يسلموا إيديك يا عزبتك. زيارة ممنوعة عن السيدة فيلدان بأمر من الدكتور. والسبب؟
بس أنا بدي أشوف ماما لأنه اشتقت لها. البنت صغيرة اشتقت كتير لأمها. يا ريت فيكي تعملي شي لحتى تساعدينا. للأسف رح يكون وضعي هيك صعب. يا ست عطينا رقم الغرفة ونحن منتصرف. لو سمحت استنى أهدى شوي، ما أنا هون لهالسبب. أنا بعرف قوانينكم، أنا دكتورة ما رح نتعب المريضة، ما هيك؟ يا ريت تسمحوا لنا نشوفها بس شوي. ماشي بس بسرعة، معكم 5 دقايق بالممر اللي على اليمين 105. بتشكرك كتير، يلا تعي. تعي لشوف، ادخلوا انتو رح استناكم. ما رح أتأخر. ماشي خد راحتك. ما رح أتأخر. يلا تعي. ماما. يا حبيبتي تعي لشوف شو المفاجأة الحلوة هي. سلام شو اشتقت لك أنا وأزكي حبيبتي. وأنا اشتقت لك كتير ماما. أنا اللي اشتقت لك أكتر منك. أنا برا. فرهاد شكرا لك لانه جبت لي اوزجي لعندي. اصلا اصلي هي اللي جابتني لهون. عن جد؟ ما هي دكتوره فحكيت معها ليسمحوا لنا ندخل. يعني اصلي هون؟ ايه هي عم تستنانا واقفه برا. معناتها وانت طالعه بتقولي لخالي اصلي شكرا كثير لانه جابتك واجت لهون. ماشي. اشتقت لك كثير يا روحي. يلا تعالي بروح أنا بشوف الوضع وبرجع. ماشي منروح بعدين. امشي يلا. أنا بردت. ماشي خليك معها هلأ برجع. تعيني ادخل لجوا مشان تدفي لأنك بردانه.